طابت أوقاتكم من جديد في هذه التغطية المفتوحة والتي وصلنا فيها للحديث حول تطورات المشهد العسكري في ظل معركة طوفان الأقصى والتصعيد مع حزب الله اللبناني باغتيال عدد من قيادته يوم أمس واليوم. اسمحوا لي أن أشرك معنا في هذه التغطية ضيف الذي ينضم إلينا من رام الله عبر سكايب اللواء المتقاعد واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء. مساء الخير. مساء النور، تحياتي. أبدأ معك مباشرة. جيش الاحتلال اليوم أعلن عن مقتل 11 من ضباطه وجنوده في غزة، وهذا في الوقت الذي يتحدث فيه عن تخفيف تواجده وفي أماكن السيطرة بحسب ما وصفها في مناطق شمالي القطاع. كيف لك أن تقرأ التطورات؟ يعني أولا الجيش الإسرائيلي يكذب، والجيش الإسرائيلي هذه الانسحابات عبارة عن أكذوبة كبرى. هو فقط يريد أن يعني يكذب على نفسه وعلى الأمريكي الذي يطلب منه الانتقال إلى المرحلة الثالثة. ولكن حقيقة هو يهرب، هو ينسحب لأنه يقع تحت ضربات المقاومة الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي هناك عدة حالات، هناك خسائر في الأرواح وفي المعدات القتالية، وهناك خسائر معنوية للجنود الإسرائيليين الذين يعالجون الآن تحت الصدمة من خلال استبسال المقاومين الفلسطينيين. هناك تعثر، هناك عدم قدرة على تحقيق إنجازات، ومعروف في العلم العسكري يعني عدم إبقاء الجنود الإسرائيليين، عدم إبقاء الجنود في حال عدم قدرتهم على تحقيق الأهداف وتردي روحهم المعنوية وكفاءتهم القتالية، وهذا ما يجري مع الجيش الإسرائيلي الآن. لذلك هو يسحب هذه الوحدات التي تصل إلى حد عدم القدرة على تحقيق إنجازات على الأرض نتيجة تدني كفاءتها القتالية إلى مستوى أقل من 40%، وهذا أنا بتقديري من خلال استهداف المقاومين ومن خلال استبسالهم في الميدان. وكل ما يتحدثون عن خطط وعن عمليات انسحب للقوات ما هو إلا عملية تضليل وكذب على النفس. حتى من ضمنها يعني الحديث عن الدخول إلى المرحلة الثالثة في هذه الحرب. يا سيدي، المرحلة الثالثة هي يفترض أنها هدف من المستوى السياسي للمستوى العسكري. المستوى السياسي نتنياهو ماذا يقول؟ يقول سنواصل القتال حتى تحقيق الأهداف وتحقيق الانتصار. هذا يحتاج إلى سنوات ولا يحتاج إلى أيام وأشهر. بن غفير وسموتريش وهما شريكا في الحلف الثلاثي الجهنمي يقولون إعادة احتلال قطاع غزة وإعادة المستوطنات والمستوطنين إلى غلاف قطاع غزة، إلى قطاع غزة، يعني داخل قطاع غزة. رئيس الوزراء، رئيس الأركان هاليبي ووزير الحرب جالانت يتحدثون عن انسحاب جزئي والاعتماد على عمليات جراحية وتسريح عدد كبير من جنود الاحتياط وإقامة منطقة عازلة، وهذا أقرب ما يكون للطرح الأمريكي الذي ينادي بهذه الإمكانيات. الموقف الحاسم بتقديري هو للمقاومة الفلسطينية، لأنه حيثما تواجد المقاومين الفلسطينيين وكان هناك اشتباكات، لأنه لا يمكن الجندي الإسرائيلي قادر على الثبات في المنطقة وهناك اشتباكات وهناك قتال مستمر معه من قبل المقاومة الفلسطينية. الجنود الإسرائيليين حتى الآن في حالة قلق، في حالة دفاع عن النفس، لذلك عن أي مرحلة يتحدثون؟ لا يمكن الحديث عن أي مرحلة عسكرية ما دامت المقاومة الفلسطينية قوية وما دامت تشتبك معه في كل مكان وصل إليه الجنود الإسرائيليين. وأكبر دليل على ذلك عدد الخسائر اليوم وبالأمس وقبل أمس. بالأمس قالوا أنه أصعب يوم في تاريخ الكيان الصهيوني وفي تاريخ الجيش الإسرائيلي، لأنهم يتحدثون عن عدد كبير من الجرحى ومن القتلى، يتحدثون عن صدمات نفسية. هناك ضابط صف كبير توفي لأنه لم يتحمل صدمة، أصيب بسكتة قلبية. نعم صحيح، لم يتحمل صدمة مشاهدته لجنوده حينما قتلوا في ميدان المعركة، وطبعا هو لم يتحمل بسالة وشجاعة المقاومين الفلسطينيين، وهذا ينطبق على عدد كبير من الجنود ومن الضباط في قطاع غزة. لذلك نحن نتحدث
عن مقاومة قادرة مقتدرة هي التي تحدد ما هي المرحلة التالية. وأنا أعتقد المرحلة التالية إذا ما استمرت هذه المقاومة في إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي ستفرض عليهم المرحلة التالية بهروبهم وانسحابهم من قطاع غزة بشكل كامل، كما جرى مع لواء الجولاني وهو نخبة النخبة من حي الشجاعية الذي هرب من الميدان ورقصوا فرحا حينما خرجوا من الميدان دون أن يحققوا أهدافهم، وبعد أن خسروا 25% من قوتهم البشرية و62 ضابط وجندي، وبعد أن خسروا هيبتهم وكفاءتهم القتالية التي تدنت إلى مستوى أقل من 40%. ومعروف في العلم العسكري الذي يبتهج هو الذي يحقق إنجازات وانتصارات، نعم، وليس صحيح الذي يهرب من أرض المعركة، نعم. فبالتالي نحن نتحدث عن معادلة، ما زالت المقاومة الفلسطينية هي سيدة الموقف في هذه المعادلة بغض النظر عن الحديث. هم كذابين، هم يراوغون، حتى مع حليفهم الأمريكي مع بلينكن كذبوا عليه ويكذبون على أنفسهم. نعم، دعني أختم معك لواء واصف فيما يتعلق بالتطورات على الجبهة اللبنانية. اليوم نفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية اغتيال ضد قيادي من حزب الله بعد اغتيال قيادي بالأمس أيضا. ألا يبدو لك المشهد بأنه فعلا بنيامين نتنياهو يدفع حزب الله دفعا نحو مواجهة مفتوحة تغادر مربع دوائر النار المغلقة أو المقيدة؟ يعني بالتأكيد نتنياهو له مصلحة في إطالة أمد القتال في غزة وفي إطالة أمد القتال في الجبهة الشمالية، لأنه يعرف تماما وقف العمليات العسكرية معناه انتهاء حكمه وذهابه إلى السجن. هذا من جانب. من جانب آخر هناك أيضا هو استطاع أن يقنع بعض الضباط سواء كان رئيس هيئة الأركان أو جلن اللذان يختلفان معه في كل شيء إلا من عقلية الثأر والانتقام، يريد أن يثأروا وينتقموا لأنهم غير قادرين على مواجهة المقاومة اللبنانية في شمال فلسطين المحتلة. هذا من جانب. من جانب آخر هناك أكثر من 300 إلى 400 ألف مستوطن يرفضون حتى الآن العودة إلى المستوطنات ما دام هناك اشتباكات في جبهة جنوب لبنان. لذلك أمام كل هذه المشاهد نتنياهو يريد أن يطيل أمد القتال ويريد أن يورط الأمريكي، لأنه لا يريد أن يهزم أمام المقاومة الفلسطينية لوحدها، يريد أن يشرك الأمريكي في هزيمته في قتاله في توسيع الجبهة. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء المتقاعد الخبير العسكري والاستراتيجي واصف عريقات، كنت معنا عبر سكايب من رام الله وقدمت لنا قراءة لآخر التطورات العسكرية في غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان. شكرا جزيلا.